السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج التلو، حظك اليوم الأربعاء 28/8/2024، أنت الأفضل. من حيث الجانب المهني، لا ترفع سقف توقعاتك دائما حتى لا يخيب ظنك، لذلك ضع خطة لتنفيذ أفكار سهلة واقعية حتى تحقق طموحك. أما من حيث الجانب العاطفي، حاول أن تكون أنت الطرف الأفضل في كل شيء حتى يبادلك شريك حياتك نفس المشاعر، ولا تعكر صفو حياتك معه مرة أخرى. أما من حيث الجانب الصحي، اسمح لرئتيك باستنشاق الهواء النقي الصافي من خلال الاستيقاظ مبكرا وممارسة رياضة الجري لدقائق، والتي تساعدك أيضا في الحفاظ على وزنك. أما عن توقعات علماء الفلك لمولود برج التلو الفترة المقبلة، يجب على مولود برج التلو خلال الفترة المقبلة أن يحافظ على صحته بممارسة تمارين الجري بشكل يومي ليشعر بحيوية ونشاط. وفي نهاية هذا الفيديو، لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.